هذا الموت الذي لا يمنع منه الحصول، لا تمنع منه الحصون المشيدة، نعم لا تمنع منه الحصون المشيدة. يقول رب العزة والجلال: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت، يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الموت الذي أرشدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للإكثار منه، فقال صلى الله عليه وسلم: أكثروا ذكر هادم اللذات. وفي لفظ: هازم اللذات. إي وربي إنه هادم للذات. بينما الإنسان في صحة، في رفاهية من العيش، جمع الأموال وشيد البناء، لا يدري إلا وقد هجم عليه الموت. الموت الذي نزل بسيد البشرية جمعا محمد صلى الله عليه وسلم. ألا تذكرون خبر أمنا أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها يوم أن أخبرتنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان مستندا على صدرها، ولما نزل به، أي نزل به الموت، أخذ ماء من ركوة عنده فجعل يمسح وجهه ويقول: سبحان الله، لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، إن للموت لسكرات. ذاقها رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأت فاطمة رضي الله عنها ما بوجهه وهو يعاني من سكرات الموت. قالت: وا كرب أبتاه، وا كرب أبتاه. قال: لا كرب على أبيك بعد اليوم. ومات رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا مخلدا. اللهم صل على محمد. حتى أن البعض منهم الآن يقول: الطب تطور، الطب تطور. حتى ولو تطور الطب، والله لا بد من الموت. والله لو يجتمع أطباء العالم كلهم عند رأس إنسان نزل به الموت، والله ما يزيدون في عمره. يقول رب العزة والجلال: كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق. أين من يرقي؟ أين الطبيب؟ يأتي الراقي ويأتي الطبيب، وسرعان ما يقول الطبيب: توقفت نبضات القلب. مات، مات، صدق الله، ومن أصدق من الله قيلا. وجاءت سكرة الموت بالحق، ذلك ما كنت منه تحيد. يقول بعض السلف رحمه الله: من أكثر من ذكر الموت أكرم بثلاثة أشياء: أولا تعجيل التوبة، الثانية النشاط في العبادة، الثالثة الرضا بالقليل، القناعة بالقليل. ومن نسي الموت عوقب بثلاثة أشياء: التسويف بالتوبة، الثانية عدم النشاط في العبادة، الثالثة عدم الرضا بالقليل.